السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سعاد أم خديجة. كيف ما كيبان لكم في الصورة اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير مربى الفراولة. دابا بما أنهم موسم الفراولة والحمد لله متوفر في الأسواق ويعني متناول الجميع وأثمنة مناسبة، علاش ما نستغلوش ونديرو واحد الكمية من الفراولة. كنتمنى وصفة اليوم تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش دعوني باللايكات ديالكم والتعاليق الزوينة. إذا كنتو أول مرة كتدخلوا القناة ما تنساوش تضغطوا زر الاشتراك وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. عندي هنا واحد الكيلو ديال الفريز اللي غسلته مزيان من داك التراب اللي كيكون فيه، كنغسلوه مزيان وكننظفوه، كنديرلو كذلك كنضفو مع الماء والخل وتنغسلو مزيان وتنخليه يقطر. خليته يقطر تقريبا شي 4 سوايع وهو تيقطر ليا. دابا غادي ندوز باش نبدا نحضر معاكم. كناخد واحد الاناء زلافه ولا بانيو اللي عندكم، كتحيدوا له داك الوريقات. انا غادي نقسمه فقط على جوج لانني غادي نطحنوه بالميكسور، او يمكن لكم تطحنوه بالطحانه الكهربائيه الا كنتو كتبغيو نطحن مزيان. انا غادي نقطعو فقط على جوج، غادي نطيبوه هكاك وعاد من بعد غادي نطحنوه بالميكسور. تنقطع هاد الكميه اللي عندي يعني كيلوغرام، كنبدا كنقطع فيه فقط على جوج. من الاحسن نقطعوه وشوفوا ربما تكون فيه شي حاجه من الداخل، بعض المرات كنلقاو شي حاجه من الداخل ماشي هي هذيك، نحيدوها. يعني كنقطعو على جوج كافي باش لانه يعني تيطيب تيدوب، تندوزو فيه الميكسور غير شويه. بغينا نطحنو بغينا نخليو فيه طاح داك الكميه ديال الفراوله، غادي نضيفلو كيلو لاروب ديال السكر سنيده او سكر حبيبات. يعني كيلو ديال الفراوله كيلو لاروب ما هي تقريبا 100 750 غرام. بالنسبه للبنات اللي غادي يقول لك واش يمكننا نديرو اقل، ما يمكنش لان غادي يخسر ليكم وغادي يدير ليكم الغمونيه. يعني اقل ما يمكن ديروه هي 750 غرام. غادي نغطيه ونخليه على الاقل 4 سوايع. بحال دابا انا درتو مع 10، غادي دابا ان شاء الله الربعه يعني 6 سوايع اللي خليتو. غادي نغطيه ببلاستيك غذائي وغادي نخليه كما قلت لكم انا 6 سوايع، درتو من 10 دابا راه 4. نتوما على حساب داكشي اللي من الاحسن يمكن لكم ديروا حتى ليله كامله في الصباح طيبوه، اولا في الصباح حتى العشيه طيبوه، يعني كل اقل هي 4 سوايع. بعد ما دازت لي هاد المده اللي خليته غادي نحيد له هاد الفيلم اليمونتير. نتوما غادي تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيصبح، يعني داك السكر تقريبا ذاب وداك الفريز طلق الماء ديالو، جانس هاد الفريز مع السكر وتفاعلوا. ها هو الشكل ديالو، الا رجعتوا الفيديو غادي تشوفوا كي كان وكيولا، يعني داك السكر كله ذاب والفريز هو يعني هبط، ما بقاش داك الاناء عامر. دابا غادي نحتاج واحد، انا عندي هنا عصير حامضه وعندي ملعقه الزبده. غادي تجيكم غريبه علاش ملعقه الزبده، ولكن هي اللي تتحيد من الكشكوشه، تخليه من داك الكشكوشه ما تبقاش. غادي ناخذ كاسرونه ولا طنجره ولا كوكوط ولا اللي فيما بغيتو ديروه. بحال دابا انا شاركت معكم هذه الكميه ديال الكيلو لانني ديجا حضرت كتر، يعني فقط درت كيلو غير باش نوريكم كيفاش. تنفرغ هذا الفريز اللي دازت عليه تقريبا انا 6 سوايع مع السكر في هذه الكاسرونه اللي غادي نحطها فوق النار. غادي نحطها فوق النار حتى تبدا تغلى، عاد نضيف ليها الحامض. دابا انا حطيت الكاسرول فوق النار، هيا دابا تقريبا بدات كتغلى، غادي نضيف ليها هاد عصير حامضه ليمونه حامضه، ضروري من هاد العصير ديال الليمون، ضروري الليمون الحامض.
كنبدا كنحرك والعافيه يعني متوسطه. دابا غادي مني يبدا يغلى ويدير الكشكوشه عاد غادي نضيف ليه داك المعلقه صغيره ديال الزبده، وصدقوني هذيك المعلقه ديال الزبده يعني فقط كتمنع الكشكوشه وما كتبقاش تجي باينه. غادي نبقى غير كنحرك حتى دير الكشكوشه، ها هو على نار متوسطه هنا عندي. دابا غادي نضيف ليه هذيك ملعقه صغيره ديال الزبده، انا هنا عندي مارغرين ديال العلبه. هاد نتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي تختفي هاد الكشكوشه، ما غاديش نحيدها نهائيا. كنبدا نحرك دابا ملي كيدير الكشكوشه كنقص البوطه على نار هادئه، لان عندي الوقت ديما ملي كنبغي ندير شي وصفات بحال هكا تنفرغ راسي ويكون عندي الوقت باش نوقف عليه ما يفيض ليا ما حتى شي حاجه. كنبدا نحرك نحرك حتى تختفي، عي كنحرك فقط حتى تختفي داك الكشكوشه. ها هي بدات كتختفي بلا ما حيدتها، اختفت فقط بديك ملعقه ديال الزبده. كنبدا نحرك مره مره تنحرك، الاحسن اللي كان عندكم الوقت يعني حركوه من حين لاخر حتى كيطيب ليكم. اللي تيطيب تحسوا به طاب، إيه كتخليوه هكا طراف ولا كتميكسيوه، انا كنميكسي وكنخلي طريفات غير شويه ديال الطريفات. نتوما يمكن لكم ها هو طاب كيف ما كيبان لكم في الصوره. دابا غادي ناخذ الميكسور وغادي نطحنو. شوفوا دابا بديت نطحن فيه في داك الميكسور، كنطحنو مزيان وكنخلي فيه طريفات، انتم على حسب الرغبه ديالكم. ملي كنطحنو كنرجعو فوق النار واحد 10 دقائق كيغلى، كيكون عندي صحن في المجمد باش نعرفو ندير تيست واش ناجح ولا لا. كندير نقيطه، الا هبطت هاد النقيطه ثقيله يعني المربى راه جاهز وواجد. دابا كنخليه حتى كيبرد وكنوجد القريعات اللي غادي نوضع هاد المربى فيهم. بعد ما برد لي هاد المربى يعني اصبح دافي، كناخد واحد القريعات اللي كنكون عقمتهم انا 10 دقائق وما تيغلاو في الماء، وتنخليهم حتى كينشفوا على خاطر خاطرهم، حتى ما كتبقاهمش شي نقطه ديال الماء، حتى شي نقطه ديال الماء عفوا. ايوا تندن نفرغ فيهم هاد المربى، انا يبقى لي سنه كامله. بالنسبه لهادو اللي كتسدو باحكام فقط كنسدهم، ولكن هادوك العاديين تندير لهم بلاستيك غذائي في فم القرعه فقط. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا اليوم، وصفه مربى الفراوله صنع منزلي بدون مواد حافظه، ناجح 100% احسن من الجاهز. كنتمنى هاد الوصفة تكون عجبتكم ونالت الاستحسان ديالكم ونالت رضاكم، ولي عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق الزوينة ديالكم اللي كتفرحني وكتشجعني باش نزيد القدام. ولا كنتو اول مرة كتدخلوا القناة ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.